مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم إلى أجندة الساعة. هذا البرنامج الذي نتناول من خلاله رد الفعل ومختلف الأحداث في الواقع السياسي السوداني، ونتناول هذه الأحداث بشيء من التحليل وصولا لنتائج مختلفة، ووصولا لإلقاء الضوء على الأحداث المختلفة في الواقع السياسي السوداني. ومؤخرا خلال أجندة الساعة تناولنا الموضوع الظاهر أكثر في الساحة السياسية، الحديث عن الاتفاق الإطاري وجوانب مختلفة لهذه التوصيات، تناولناها مع مجموعة من الإعلاميين والمحللين السياسيين بتفاصيل مختلفة. واليوم وفق ما هو موجود في الساحة السودانية يبقى سؤال في الواقع السوداني: الاتفاق الإطاري إلى أين؟ ما هي التوصيات التي خرجت عن هذا الاتفاق وما مدى إنفاذها حتى الآن؟ كيف يمضي الاتفاق الإطاري في موازاة ما ظهر وما بدر مؤخرا في الساحة السياسية في حديث عن مبادرات للتوافق وأفكار ومبادرات مختلفة؟ وهل يمكن أن يمضي هذا الاتفاق في موازاة هذه المبادرات المختلفة؟ وهل يمكن الوصول إلى حل واتفاق سياسي شامل؟ وهذا هو سؤال الحلقة اليوم: الاتفاق الإطاري إلى أين؟ للإجابة على هذا السؤال سعداء أن يكون معنا حضورا دكتور محمد زكريا، الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية. مرحب بك. أهلا بك، مرحب، والتحية لك وللمشاهدين الفاضل ولضيفك الكريم، سعيد بهذه الإطلالة. ونرحب أيضا بالأستاذ رايح محمد الصادق المتحدث باسم تجمع المهنيين. مرحب بك. مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين وبالضيف الكريم. مرحب بك. وبداية نبدأ بهذا الاتفاق ومجموعة من التوصيات تناولناها من خلال هذا البرنامج أجندة الساعة في الأيام الفائتة. وأستاذ رايح مباشرة، يعني بما أنكم ضمن هذا الاتفاق، حتى الآن كيف ترون مسار هذا الاتفاق، وهل يمضي في الاتجاه المرسوم له في الاتجاه الصحيح؟ تحية لك وللسادة المشاهدين، المجد والخلود لشهداء الشعب السوداني وشهداء ثورة ديسمبر المجيدة وكل شهداء السودان على مر التاريخ. أعتقد أن هنالك خلط بسيط يتعلق بمزالة الاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري هي تسمية لغتها القوى المتوافقة الآن حتى الآن على هذا الإعلان السياسي والاتفاق السياسي، ويعتبر اتفاق سياسي على الأهداف العامة. قوى الحرية والتغيير اقترحت من خلال المشاورات والمداولات أنه هذه العملية السياسية المفضية إلى إنهاء الانقلاب أن يتم تقسيمها على مرحلتين. كلنا نعلم تماما عن المبادرة التي قامت بها نقابة المحامين السودانيين، طرحت مسودة دستورية للأطراف السياسية المختلفة وقدمت فيها الدعوات لكل الفاعلين السياسيين في المشهد. هذه المسودة في حينها في اعتبرت كأساس موضوعي للحل السياسي للأزمة القائمة بسبب انقلاب 25 من أكتوبر. تطوير هذه المسودة كان لابد أن يكون هناك إعلان سياسي، ولا بد أن يكون هناك نقاش حول هذه التفاصيل وحول الأهداف العامة لهذه المسودة، حول المبادئ التي يمكن البناء عليها لتكييف الوضع الدستوري لهذا النقاش السياسي. ابتدرت الحرية والتغيير نقاشات وملاحظات ودفعت بها إلى الآلية الثلاثية اللي هي يونيت أمس والإيجاد والاتحاد الأفريقي. حصيلة هذه النقاشات على أساسها تم تطوير إعلان سياسي وتم تقسيم هذه العملية السياسية إلى مرحلتين. المرحلة الأولى يتم فيها التوقيع إطاري على الأهداف المتفق والقضايا المتفق عليها. في المرحلة الثانية هنالك التكييف القانوني والدستوري من خلال إنتاج الدستور المؤقت أو الوثيقة الدستورية أو ما شئت ما سميها ما شئت. الاتفاق الإطاري أعتقد هو ليس العتبة النهائية في إنجاز هذا الحل السياسي وفي حل هذه الأزمة. الأزمة تحل من خلال اتفاق نهائي بعد حل كل القضايا العالقة والنقاش حولها ووضعها في إطارها الصحيح من حيث المبدأ واتساقها مع أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. عندما يتم التوقيع عليها يعتبر هذا الاتفاق اتفاقا نهائيا. فأعتقد أن هذه العملية السياسية الآن تمضي إلى قايتها بشكل جيد وواضح وصريح، وأعتقد في نهايتها سوف نصل إلى تشكيل هياكل جديدة للسلطة في السودان بناء على هذه القضايا السياسية التي تم حسمها.
الحديث عن يعني مختلف المراحل التي مر بها الاتفاق الإطاري حتى الوصول إلى هذه التوصيات التي خرجت تناولناها من خلال البرنامج في زوايا مختلفة، ولكن هو حديثنا اليوم بالتأكيد هو عن هذا الجانب الذي وصفته بالجيد. فكيف يعني الوصف للجيد، من أين أتى هذا المنطلق أو الحديث عن أن هذا المسار الآن جيد؟ عندما نتحدث عن أن هذا المسار جيد علينا أن ننظر لحاجة محددة. الاتفاق الإطاري ده هو الاتفاق السياسي، لأنه دي تسمية مجازية اتفاق إطاري. القضايا المذكورة داخل الاتفاق حول ابتعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي، حول إعادة إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، خمس توصيات التي خرج بها الاتفاق حتى الآن ما تم إنفاذه من خلال هذه التوصيات، يعني لم نشاهد في الواقع السوداني غير الحديث عن ورش لجنة التفكيك، يعني باقي التوصيات إلى أين تذهب؟ هي ليست توصيات، هي أهداف سياسية لا بد من تكييف قانوني لها. التكييف القانوني يكون بإنتاج الأسرة الدستورية. المزال الأساسي التي جعلتنا نمضي في هذه المرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي مرحلة اتفاق إطاري ومرحلة اتفاق نهائي، وإنه إحنا ما دارين نستعجل في إنه نأخذ رؤية واحدة ما خاضعة للنقاش الكامل. عشان كده كان في قضايا إحنا تكلمنا إنه هذه القضايا محتاجة لمزيد من النقاش والتفصيل. أغلب القوى المشتركة في هذه العملية السياسية عندها رؤية واضحة في ما يخص هذه القضايا، لكن ما في رؤية سياسية محددة أنت بتشيله بتقول يا أخوان هذه الرؤية المفروض نتفق عليها، فلا بد أنه تخوض نقاش وطويل عشان تصل فيه للنهاية في أنه يا أخوان هذه دي الرؤية المتفقين عليها. طيب المسألة دي الناس بيعانوا لأنه الاتفاق الإطاري هو المفروض يجيب الحل. الاتفاق الإطاري ما الحل؟ الاتفاق الإطاري العتبة الأولى، العتبة الثانية هو الاتفاق النهائي اللي هو يعقبه تشكيل الهياكل السلطة الانتقالية الجديدة. الحقيقة في تأخير كل الناس بتتكلم عنه، إنه إلى الآن هذه الأربع قضايا التي اعتبرت خلافية هي ما خلافية، هي محتاجة كانت لتفصيل. يعني الورشة الأولى اللي هي ورشة تفكيك نظام 30 من يونيو أخذ الزمن في التحضير وأخذ الزمن في إنه يتم تكييف هذه التوصيات بشكل محدد. الآن في قضية الشرك، قضية السلام، قضية الإصلاح الأمني والعسكري، بعد النقاشات والمداولات بين الأطراف المختلفة وصلنا لأنه هذه القضايا يجب أن يتم حلها بالتوالي وبسرعة والنقاش حولها ووضع توصيات يتم تضمينها في الاتفاق النهائي. فعشان كده الناس بقت حاسة أنه هذا الاتفاق متأخر أو متعسر أو في نقاشات، هي النقاشات مكتملة. هو من أنا إذا قدرت أقول أنه إحنا من أكتوبر إحنا وصلنا للاتفاق النهائي، والحديث عن إنفاذ هذه التوصيات والحديث عن أنه هناك تعثر وهناك مشكلات هذا بالتأكيد يعني يتفق عليه الجميع. ولكن دكتور محمد زكريا يعني تحدث أستاذ الريح عن أن هذا الاتفاق يمضي في طريق جيد وغيرها، وبما أنها هي رؤية للحل لماذا لا ترونه رؤية للحل؟ التحية لك مجددا، ودعيني فقط لفائدة المشاهدين أمر على مراحل بارزة على الأقل هي تمثل محطات لفترة الانتقال. عقب سقوط نظام المؤتمر الوطني البائت في 11 أبريل والذي ساهمنا جميعا نحن كقوى كفاح مسلح، قوى سياسية حزبية، قوى مجتمعية، لجان مقاومة، يكاد كل بيت دفع ضريبة هذا التغيير. فهذه الثورة العظيمة التراكمية يعني هي امتداد لنضالات، امتداد لثورة الهامش في دارفور في المنطقتين، لما فعله الشهداء في كجبار في بورسودان، ثورة الجامعات، فهي ثورة ملك للشعب السوداني بشعاراتها الحرية والسلام والعدالة. ولعل كذلك ما ميز هذه الثورة أن المعارضة السودانية قبيل 11 أبريل 2019 كانت وحدة واحدة موحدة، لكن محطة 11 أبريل بدأت بعض القوى التي كانت موجودة بالداخل وتركيبة المعارضة، لأن هناك جزء مسلح على سبيل المثال الحصري، حركة العدل والمساواة التي أنتمي إليها، حركة جيش تحرير السودان وعدد من الحركات. هذا الواقع ألقى بإسقاطاته على أن تكون هذه القوى في خارج العاصمة على الأقل. القوى المدنية يعني سوقت لمشروع التغيير وفق أجندة حزبية لا تخاطب قضايا الوطن بذات القومية وبذات الوطنية وبذات الشمولية التي تجعل من جميع الذين أنتجوا الثورة السودانية شركاء في آلية اتخاذ القرارات وفي تشكيل مشهد الانتقال الديمقراطي. أنتج هذا الأمر الوثيقة الدستورية في 16 أغسطس
2019. هذه الوثيقة تحفظت عليها قوى كثيرة، قوى السلام، عقب فشل أيضا ما يسمى باجتماعات أديس أبابا في يونيو ويوليو العام 2019، كذلك فشلت الاجتماعات التي انعقدت في العين السخنة وغيرها من محطات كثيرة. يعني حاولنا من خلالها نحن في ما يسمى الآن بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، دعيني أيضا أشير إلى أن الحرية والتغيير هي تحالف عريض ضم فئات حزبية سياسية بالتأكيد كل السامعين اليوم وما إلى ذلك. هذه نقطة مهمة، لا نسرد التاريخي عندنا هذا ساعة، هذا مهم لفهم التعقيدات التي نعاني منها الآن. هو مدخل في دقيقة فقط. ما أريد أن أقول في أن هذه القوى المدنية حاولت أن تنتج تلك الوثيقة المعيبة. الوثيقة هذه نبهنا إلى أنها الشراكة يجب أن لا تكون بيننا وبين المكون العسكري، يجب أن تكون القوى المدنية هي الحاكمة في إدارة مشهد الانتقال، ولكن الآخرين لم يستمعوا إلى ذلك. هذا أدى إلى تشظي المجلس المركزي للحرية والتغيير إلى المجلس المركزي الوفاق الوطني، المجلس المركزي للقوى الوطنية أو الحرية والتغيير للقوى الوطنية، والتي نراها عدد من المنظومات الآن. هذا مهم جدا لفهم تعقيدات الواقع الآن. هذه القوى ظللنا نمد أيدينا بيضاء لكل الأطراف المدنية في أن نجلس إلى كلمة سواء، ولكن هناك إصرار غريب لا يتسق مع مشهد الانتقال والتضحيات الجسام التي قدمتها جميع الأطراف على أن يمضوا في تفاوض مع المكون العسكري، بدليل ما يسمى الاتفاق الإطاري وقع عليه المكون العسكري إن كان بصفة السيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام أو نائبه قائد قوات الدعم السريع، لكن موقعين عليه المكون العسكري. نحن في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية وقبلها كذلك التوافق الوطني نرى في أن العملية السياسية التي أنتجت هذا الاتفاق عملية معيبة إجرائيا. لم نعرف أين تم هذا الحوار، أين أجندة هذا الحوار، أطراف هذا الحوار. كنا نرى في أن المجتمع الدولي يجب أن يكون ميسرا وليس مسيطرا، نرى في أن المجتمع الدولي تدخل عميقا في يعني الواقع السياسي السوداني من خلال إنتاج هذا الاتفاق. هذه تحفظاتنا الإجرائية، ثم هناك التحفظات حول القضايا. ذكرت أن واحدة من أهداف هذه الثورة السلام، وشعاراتها السلام والحرية والعدالة والسلام، واحدة من أكبر منتجات هذه الثورة الذي حقن الدماء على الأقل رغم التعقيدات التي شابت تنفيذه على مستوى الواقع، ولكنه نجح على الأقل في إسكات صوت البندقية وتحويل الميزانيات التي كانت تسهب للتجييش والتسليح حتى يقتل الشعب السوداني، الشعب السوداني في المناطق الأخرى، لكي تسهب للإنتاج وللتنمية. هذا إن لم يكن هناك هدف ونجاح غير هذا الهدف لهو هدف سامي يتطلب منا جميعا أن نعضد ونعزز هذا السلام الذي كان. بالتالي الذي صار تحديدا هذه القضايا التي وردت في اتفاق الإطاري تقضح في اتفاقية السلام وتطالب بمبررات واهية لإلقاؤه، هذا واحد من القضايا. قضايا العدالة والعدالة الانتقالية وهو أمر مهم، قضايا الاستغلالية القضاء والقضاء وتداخل السلطات واستحداث ما يسمى مجلس عدلي بواسطة قوى سياسية في إعادة لتجربة التمكين التي بدأها المؤتمر الوطني. نحن نريد أن نؤسس لوطن معافى يعني يتشافى من الجراحات، لا نريد لفترة الانتقال أن تكون معبر أو قلب للصفحة السياسية، صفحة الكتاب من دكتاتورية مؤتمر وطني إلى دكتاتورية قوى مدنية. فبالتالي لكل هذه الأسباب كان موقفنا رافض للاتفاق الإطاري، ولكن ظللنا نؤكد في أن الفتق ليس عصي على الردق، ويمكن بالجلوس إلى بعضنا البعض أن نتجاوز هذه القضايا. وفقا لكل الاختلافات التي ذكرتها، بالتأكيد السامع لكل هذه الاختلافات قد يرى يعني انسداد في حديثك عن الحل، يعني كيف يمكن أن يكون هناك تحفظ، يعني تعليقا على دكتور محمد زكريا أستاذ رايح، كيف يمكن أن يكون هنالك تحفظ على حتى الطرق الإجرائية لخروج هذا الاتفاق، وتحفظ على كل البنود أو الموجودة أو الأهداف الموجودة أو التوصيات، أين كانت المسميات لهذا الاتفاق الإطاري، ويمكن أن تتحدثوا عن وجود حلول لاتفاق يعني بينكم والكتلة الديمقراطية. طيب في نقطة أولى نتكلم عنها بوضوح، الحرية والتغيير ما تحدثت عن حلول مع الكتلة الديمقراطية على الإطلاق، ولا يمكن تتحدث عن حلول مع الكتلة الديمقراطية.
لانه كل الديمقراطيه هي ذات نفسها هي ذات كتله متناقضه. انا داير اقول في نقاش، لا لحظه بس عند هذا النقطه، عند مع بدايه الحديث عن هذا الاتفاق الاطاري، كان الحديث عن هذا الاتفاق الاطاري مفتوح ويمكن للجميع ان ينضم اليه، ويمكن ان تكون الكتله الديمقراطيه وغيرها من الموجودين في الكتله الديمقراطيه، خاصه تحدثنا عن جبريل او الناوي او غيره. الحديث عن هذا الاتفاق، الاتفاق مفتوح، فكيف يمكن ان تقول هل الاتفاق مقلق؟ اذا الاتفاق ده اساسه القامد عليه قصه الحريه والتغيير في تواصل او في نقاش حول القضايا المذكوره دي، ان حدد اطراف هذا الحل السياسي. الحل السياسي ده هو ما موجود في الشارع، يعني الانقلاب ده قام على اساس حاجه واحده، انه يتم تعويم الكتله الحريصه على الانتقال بادخال اجسام عديده غير حريصه على الانتقال الديمقراطي في السودان وغير حريصه على الوصول لدوله ديمقراطيه. والشعار اللي كان بيتقال انه توسيع المشاركه للجميع ما عدا المتورطين. طيب الحريه والتغيير لما جاءت طرحت مبادرتها للحل السياسي وتكلمت في رؤيتها السياسيه المطروحه في بدايه 2022، اتكلمت عن انه في اطراف لابد يتم توضيحها وتحديدها بوضوح في اي حل سياسي، لانه انطلق حوار في السلام الوطني احنا ما كنا جزء منه. ما كنا جزء منه لسبب بسيط، احنا تكلمنا عن انه في اطراف هي لا يمكن تكون جزء من الحل، لان هي اساس المشكله وهي اللي عملت على تعقيد المشكله. يعني احنا كوننا نتغاضى ونقول والله يا اخي انه اتفاق الاعتصام القصر الطالب بانه العساكر يحلوا الحكومه ويتغولوا على صلاحيات الحكومه المدنيه ويقطعوا مسار الانتقال، انه ده ما حصل، ده مستحيل. في قوة سياسيه كانت حريصه على انه تعمل حاضنه سياسيه لهذا الانقلاب، انقلاب 25 اكتوبر، الى الان هذه القوى لا تعترف بان هذا الانقلاب الذي حصل في 25 اكتوبر هو انقلاب. طيب تتكلم عن انه هذا حل سياسي، حتى الذين قاموا بهذا الانقلاب. استاذ الرياح، انتم اتفقتم مع العسكريين نفسهم الذين الان يعني تلومون الاخرين بانكم اننا نتفق معكم لانكم كنتم اتفقتم مع العسكريين وسجلتم انفصال وغيرها، انتم تتفقون على مع العسكريين نفسهم؟ ابدا، احنا ما قلنا لانه اتفقتم مع العسكريين. ما قلنا لهم لانه اتفقتم مع العسكريين ولا مش اشتغلتوا لهم انتم حاضنه، لا لا لا. نحن تكلمنا عن انه الحريص على الانتقال الديمقراطي، العسكريين هم الان عندهم السلطه في يدهم. اتكلمنا بوضوح مع الـ المستوى بتاع الاستقطاب السياسي الحاد في الوقت ذاك بعد 3 شهور من الانقلاب، اتكلمنا عن انه يا اخواننا احنا بنقعد مع اصحاب المصلحه الحقيقيين مباشره. يعني لما نتكلم عن العسكريين، الليله الزول البسيط لما يفكر في المنطق، ما انت الزول الشايل السلطه هتمشي تتناقش مع منه؟ هتناقش مع زول ما في يده السلطه؟ مستحيل طبعا. لكن لما نتكلم عن انه هذه الاطراف، يعني واحده من الاطراف اللي ذكرناها حركه العدل والمساواه اللي هم السيد احمد زكريا الان. حركه العدل والمساواه تكلمنا بوضوح انه هذه الحركه هي كانت من قوة الثوره وناضلت بالنظام المطور الوطني، لكن هي جزء من نظام 25 اكتوبر. لكن ده ما بيستبعدها لسبب بسيط، لانه هذه الحركه من حركات الكفاح المسلح الموقع على اتفاق جبل لسلام السودان في 2020. نحن لما كنا على مستوى الحكومه الانتقاليه كنا حريصين على تحقيق اتفاق السلام ذاته. بسبب هذا الاتفاق حصلت تعقيدات في معظم الولايات في السودان. شفنا الولاة المدنيين اللي عينتهم الحكومه المدنيه لحد ما جاء الانقلاب هم عباره عن ولاة مكلفين فداء لموضوع السلام. خشينا في مزاله المحاصصه السياسيه وانه غادت هذه الحركات المسلحه انه يكونوا في وظائف في الدوله، مع انه في الوثيقه الدستوريه وعدلنا هذا النص ان هي كانت للكفاءات. لا، عدلنا لضمان مشاركتهم على السلطه. محمد زكريا كان طرف من القصة دي، انه احنا لما جينا قعدنا في انه يتم اعادة تشكيل هذه الحكومة قلنا لهم يا اخواننا ان احنا دايرين نشتري السلام. اختاروا الوزارات اللي انتم شايفين انه بتشوفوا انها ممكن تحقق السلام في السودان. اختاروا وزارة المالية، اختاروا المعادن، اختاروا الثروة الحيوانية، اختاروا الحكم الاتحادي وغيرها من الوزارات، ابدا ما كان في نزاع. لكن اللي حصل بعد ذاك شنو؟ بقت في اطماع. لما الحرية والتغيير بدأت في تجديد نفسها وبدأت في لملمة اطرافها وخاضت نقاشات داخليه طويله جدا جدا، بدت في جوبا قبل توقيع اتفاق السلام مع كل الحركات الكفاح المسلح. وللصدفه الاجتماعات دي كانت بتنعقد في بيت دكتور جبريل ابراهيم. لحد ما احنا وقعنا 8/9 قبلها بيومين او 3 حركه العدل والمساواه كان جزء من هذه المشاورات، وكان عندها تحفظ وحيد انه اتخاذ القرار داخل تحالف الحريه والتغيير بشكله الجديد كيف. طيب حسمنا النقطه دي، الناس اللي انسحبوا من هذا الاتفاق ما سالناهم، لكن كان بالنسبه لنا واضح احنا ما قاعدين في الدوله دي من 2019 ل 2021 عارفين التمهيد للانقلاب كان بيتم بأي طريقه، وعارفين منو اللي كان عندهم انترس مع الانقلاب، وعارفين انه المقصود بهذا الانقلاب انك انت دار تضعف الحريه في التغيير في الشارع، من انه انت اضعفت حكومه الدكتور عبد الله حمدوك وخطت لها العراقيل وجبت ولاء مكلفين ما كان عندهم الصلاحيات، عينت لجان امنيه الوالي ما بيقدر يتكلم مع مدير الشرطة إلا في مجال لجنة التنسيق الأمني اللي هو ما عنده عليها سلطة، هم فقط التنسيق الداخلي،
طيب وصلنا لانه الواضح انه حيحصل انقلاب. الكلام ده نحن عارفينه من قبل مايو 2021. والحلول شنو؟ الحلول انه يا اخواننا ده انتقال ديمقراطي. الانتقال الديمقراطي ده المفروض في نوفمبر يتم تسليم رئاسة مجلس السيادة المدنيين. طيب الكلام ده شكله ما حيحصل لانه في نوايا للانقلاب على هذه الحكومة وحلها وتعيين حكومة بتاعت تصريف اعمال وصراع طوالي لانه تكون في انتخابات مبكرة بعد ذاك تجيب الدار تجيبه وفي ملاوة وفي منع لعملية تفكيك النظام القديم من اطراف عديدة انا ما دار اذكر الان بالاسم لكن في قيادات كثيرة كانت بتدافع عن النظام القديم وعن تفكيك مفاصل النظام القديم في الدولة الاقتصادية والسياسية وفي الخدمة المدنية. طيب اشتغلنا على الكلام ده. طيب مشينا بعد ده في انه والله ده حصل انقلاب، جاء اتفاق 21 نوفمبر انه الاتفاق ده يا اخواننا ما بحقق انتقال مدني ديمقراطي لانه الاتفاق ده بيدي الجيش السوبريتي على الوضع السياسي، بيقول لك انه مجلس السياده هو المشرف على الفتره الانتقاليه ورئيس الوزراء تحت مجلس السياده، معناها رئيس الوزراء ده حيكون موظف. قلنا انه احنا ما حندعم هذا الاتفاق وعندنا رؤيه سياسيه شغالين عليها. طلعنا الرؤيه دي، في الرؤيه دي الاساسي فيها انه كامل السلطه للمدنيين. انه حكومه مدنيه كامله وينص فيها على انه يكون في اصلاح امني وعسكري عشان يكون في جيش واحد نمنع تعدد السلاح. طيب وتكلمنا بشكل وضوح انه لابد انه هذا الجهاز القضائي الملوث المليء بكوادر الامن الشعبي والملي بالمؤتمر الوطني راجعنا الناس زي ملفاتهم احنا شفناهم. الكلام ده ما بنقوله ساي، ما بنقوله من باب انه والله دايرين نتكلم عن انه والله يا اخي احنا القضاء ودايرين نصلحه. يا اخواننا في السودان ما في قضاء الان مستغل ونزيه، كلنا شايفين الكلام ده، في زور قاتل 130 بيشكوا في الشارع. الحديث عن القضاء وعن هذه التفاصيل قد يقودنا في يعني اشياء مختلفه وطرق مختلفه في الحديث عن القانون ذاته لحل القضاة وما هي الطرق المنتهجه وهل الطرق الاجرائيه صحيحه ام لا قانونيا ودستوريا، ده حديث يعني يطول في هذا الجانب. ولكن احنا يعني في هذه الحلقه الحديث عن السرد التاريخي والمعلومات السابقه للحديث عن هذا الاتفاق الاطاري بالتأكيد الجميع يعلمها، لكن نحن من خلال هذه الحلقة نود الحديث عن هذا الاتفاق الإطاري إلى أين هو ذاهب، ما هي المبادرات الموجودة الآن في الساحة، هل هنالك سنرى وفاق بينكم، هل نرى اتفاق شامل غيرها، يعني نتحدث عن ما بعد ذلك. فهو تحدث عن جوانب مختلفة، ولكن الحديث عن الاتفاق الإطاري وتحفظاتكم على الاتفاق الإطاري قد يكون حتى من خلال حديث أستاذ ريح الآن أو الموجود والمتداول في أنكم دائما تلتقون بالحرية والتغيير المركزي يعني خلف الأبواب في حديث عن التوافق وغيرها، ولكن هذا لا يظهر للعلن. فاليوم نريد أيضا يعني حديثا عن هذا الجانب، هل فعلا هنالك تواصل وفي هنالك هل يمكن أن يكون هنالك حل أيضا أو التحاق بهذا الاتفاق؟ الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في كل مراحل ظلت تؤكد على الحوار وأنها منفتحة للحوار مع الآخر وأن الحوار هو المدخل والوسيلة للتوافق العريض، أن الحوار هذا يجب أن يشمل كل الأطراف ما عدا المؤتمر الوطني. بالتالي لم تنقطع هذه الاتصالات البتة. نحن كتلة مدنية يعني تربط بياناتنا مواثيق منذ ميثاق الجبهة الثورية، ميثاق الفجر الجديد، ميثاق باريس، نداء السودان، ثم إعلان قوى الحرية والتغيير وغيرها من المواثيق. وحتى الأمس القريب كنا جزءا من مجلس مركزي واحد موحد رغم التعقيدات التي أثرت هنا وهناك. فبالتالي هناك قنوات للاتصال، لكن لكي أكون دقيقا حتى الآن لم تجلس الكتلة الديمقراطية مع المجلس المركزي في لقاء مباشر أقر فيه المجلس المركزي أنه أتى كوفد يمثل المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية تمثل الكتلة التي تنتمي إليها. ما تم مبادرات قامت بها شخصيات وطنية، لقاء ربما يسره السيد رئيس مجلس السيادة ولقاءات أخرى يسرها السيد نائب رئيس مجلس السيادة، أتوا بعض التنظيمات التي تنتمي للمجلس المركزي أكثر من تنظيم في لقاء واحد. نحن في كل هذه اللقاءات كنا نذهب كحرية وتغيير كتلة ديمقراطية، ولكن الطرف الآخر كان يأتي كتنظيمات ويجلس، وقبلنا ذلك في إطار إحداث اختراق حتى نتجاوز التعقيدات الراهنة تأكيدا على مبدأ الحوار الذي أشرت إليه. فبالتالي نعم هي تفاهمات وهي اتصالات غير مباشرة،
نأمل أن هذه الاتصالات والتفاهمات الغير مباشرة تجد وضعيتها وأن يتم تغنينا وشرعنتها من خلال طرحها في الطاولة. واحدة من أسباب رفضنا نحن في الكتلة الديمقراطية لما يسمى بالاتفاق الإطاري أنه أنتج خلف الأبواب المغلقة. نحن في عهد الثورة التي بنيت على الوعي وعلى المعرفة، يجب أن يكون الحوار بين الأطراف سيما المدنية مكشوف تحت الأضواء الكاشفة لكل الأطراف، ترى الإعلام يكون حاضرا، وبالتالي نتناقش ونتداول حول الهم الوطني، وكل يأتي بدفعاته. على سبيل المثال قضية العدالة التي أشرت إليها والقضاء هي قضية مصيرية لحفظ أمن ووحدة البلد. إن ضاعت العدالة وضاع القضاء فبالتالي لا يوجد بلد. حينما تجمع السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لدى مؤسسة واحدة، فماذا؟ هذه تسمى الدكتاتورية المدنية، هذا التوصيف الصحيح. بالتالي رأينا ما يسمى بمجلس عدلي يعينه أطراف مدنيين، لماذا؟ لكي يعني نفكك تمكين مدعى أو نتهم أن هناك تمكين موجود في داخل الجهاز القضائي، لا توجد ما تبرره من أدلة ومن أسانيد. القانون، قانون الجهاز القضائي نفسه يحدد كيفية اختيار قضاة المحكمة الدستورية، كيفية اختيار أعضاء نادي القضاء، الرئيس القضاء. فلنحتكم لهذه القوانين، فلنعدل هذه القوانين، فلنجعل عملية الانتقال هذه تسير وفقا للقانون، وليس أن نتدخل نحن الساسة بشكل مباشر في عملية يعني اختيار القضاء. هنا تضيع العدالة، وإن ضاعت العدالة بالتالي تضيع وحدة البلاد، مثلما هذه المسائل أيضا مطلوبة في قضايا كثيرة أخرى. دعيني أعود إلى النقطة التي انطلقت إليها أو أشرت إليها، نحن أكثر انفتاحا الجلوس مع الآخر، ونرى في أن هذا الجلوس ليس فقط بين الكتلتين مجلس مركزي أو حرية وتغيير، نحن نتمسك أن نتحاور ككتلة ديمقراطية بكل أطرافها المجتمعية والسياسية والثورية، ولكن نرى في أن هذا الحوار يجب أن يمتد كذلك ليشمل الحرية والتغيير، القوى الوطنية، دكتور يوسف محمد زين والأستاذ حيدر الصافي وآخرون، حتى في مجموعة التجاني السيسي وغيرها. القضية هي أن هذه فترة انتقال مدتها عامين أو ثلاثة، قلت قليلا أو زادت، لكي نتفق فيها على برنامج حد أدنى نستكمل من خلاله فترة الانتقال. وأنا أتفق أن المسار الدستوري الآن لفترة الانتقال منقطع، غض الطرف عن اتفاقي مع توصيف أن 25 أكتوبر كان انقلاب، كان فضلي شراكة بين مكونات مدنية ومكونات عسكرية، ولكن هذا هو ليس الأمر. الأمر الآن يجب أن نتجه إلى كيفية أن نجتمع حول برنامج للحد الأدنى. أي اشتراطات أخرى نضعها إنما محاولة لعزل القوى، هذا الأمر لن يوفر سند سياسي وسند شعبي للحكومة التي نأمل في أن تتشكل وفق قاعدة عريضة. عقب توقيع الوثيقة الدستورية وتوقيع اتفاق السلام كان الحزب الشيوعي جزء داعم أساسي بالنسبة لحكومة الانتقال. القوى الثورية التي وقعت اتفاق السلام، القوى المدنية في المجلس المركزي، قوى لجان المقاومة، رغم ذلك تلك الحكومة يعني فشلت في أن تحقق كثير من الأهداف التي يعني يعول عليها الشعب السوداني من أهداف الثورة السودانية. فما بالك الآن الحزب البعث غير داعم، عدد من الحركات الثورية غير موجودة، الحزب الشيوعي، لجان المقاومة، بالتالي تقوم حكومة ضعيفة لا تستند إلى قاعدة جماهيرية وقاعدة شعبية، فبالتالي الانتقال لا يكون مستدام، سيذهب بعد 6 شهور أو سنة، ستعود 25 أكتوبر بشكل جديد ربما يكون أسوأ. أنا لا أهدد، ولكن أنا أحاول أن أستقرأ الواقع. علينا أن ننظر إلى التاريخ، محاولات الإقصاء التي جربناها في الديمقراطية الثانية حينما عزلنا الحزب الشيوعي أنتجت الانقلاب الشيوعي، انقلاب النميري، ونعيد نفس التاريخ، نقرأ من ذات الكتاب. فبالتالي دعونا نخفز من مربع الإقصاء، مربع الأجندات الحزبية، إلى مربع الوطنية الواسع، نتفق على أسس مهام هذه الحكومة، مدتها، هياكلها هي سنتين، من بعدها نمضي لكي نحتكم عبر صندوق الاقتراع إلى الجماهير، وهي التي لها الحق في أن تصوت لمن تراه مناسبا، والذي سيفوز بالتأكيد سيشكل المشهد ما بعد الفترة الانتقالية.
هو حديث نتفق يريد شيء من التفكيك، يعني الآن هو يتحدث عن هذا الاتفاق المفتوح اللي ممكن أن تكون أنتم تتحدثون عن أن هذه البيئة بالتأكيد بإمكانكم أنتم مفتوحين يعني بابكم مفتوح للآخر وممكن أن تنضموا إلى هذا الاتفاق، ولكن السؤال أيضا أنا لا أقول ننضم، أنا أقول يمكن أن حول وثيقة تكون شاملة تخاطب غضايانا كلها. نتحدث عن نتفق هذا دكتور جبريل في نيالة تحدث عن اتفاق يمكن أن ينضم إليه الجميع ويمكن أن يكون اتفاق شامل، فما كان هو المقصود من هذا الاتفاق؟ هلا مقصود هذه الاتصالات أقول غير المباشرة التي تمت هنا وهناك بين قيادات رئيسة اتفاق جديد عقب توقيع اتفاق الإطاري وما يسمى الاتفاق الإطاري في 5 من ديسمبر. أبادر حزب الأمة وهو حزب له دور كذلك وطني بالجلوس إلى الكتلة الديمقراطية، حضرنا نحن قوى الكفاح المسلح، حضر الناظر تريك، حضر حزب الاتحاد الديمقراطي الأصلي، حضر لجان المقاومة سيلينا والقوى المدنية والمجتمعية وغيرها من التنظيمات الأعضاء في الكتلة الديمقراطية، ودار حوار حول كيفية إحداث اختراق حقيقي في المشهد خاصة بين القوى المدنية المدنية. هذا الحوار لم ينقطع حتى الآن، وكذلك الاتصالات بين أطراف أخرى لمصلحة الحوار الجاري. دعونا يعني ننتظر حتى نرى ثمرات، ودعونا أيضا ندعو علانية في أن نخرج بهذه الحوارات إلى العلن. بالتالي دكتور جبريل تفاؤله ينبع من ما تم التوصل إليه من تلمسه، لأن هناك أطراف أساسية حريصة على جمع الصف الوطني خاصة المدني على كلمة سواء، وتجاوز ما يسمى بالاتفاق الإطاري الذي يعقد مشهد الانتقال الديمقراطي اتفاق. وهذا الأمر أشياء أو شخصيات رئيسة وذات ثقل دون تغليل لأوزان الموجودين في المجلس المركزي ذات ثقل تقير هذا الأمر وهي جزء من هذه الاجتماعات. إذن هو اتفاق آخر، اتفاق آخر موازي لهذا الاتفاق، ويمكن أن تكون هناك يعني مبادرات يمكن أن يكون تطوير لما يسمى بالاتفاق الإطاري، ويمكن أن يكون اتفاق آخر، هذا ما ينتجه الحوار. ولكن حتى لا نتحدث عن شيء قائم، هناك نوايا طيبة من قبل الأطراف المختلفة لأن تلتقي، ندعو يعني الجميع لكي نجلس لكي نترجم هذه النوايا إلى فعل وإلى واقع وإلى نصوص. لن يهم التسميات، إن كان هذا الاتفاق الإطاري نفسه يعبر عن الكتلة الديمقراطية، لكن المنهج الذي أتى به في حوار لم نكن جزءا منه بالتأكيد سنرفضه. فدعونا نعالج هذه المسائل الإجرائية، دعونا نعالج كذلك المسائل التي فيها تباينات حول القضايا، قضايا السلام وإلقاء أو تعديل قضايا العدالة وغيرها من القضايا، البون والشقة والهو ليست متسعة. دكتور محمد زكريا تحدثنا عن هذه التحفظات في بداية حديثنا على الاتفاق الإطاري، في ظل هذه التحفظات والحديث عن المشكلات التي تواجه الاتفاق الإطاري، إذا كان حديث على إطار سلام جوبا أو قضية الشرق أو غيرها من يعني الموجودين حتى في الشارع السوداني المناهضين لهذا الاتفاق، كيف سيمضي هذا الاتفاق؟ هل بالإمكان تجاوز المخالفين لهذا الاتفاق وصولا لحلول نهائية؟ الاتفاق ده في أصله هو مبني على قضايا أساسا، يعني ما مبني على مزالتين والله إحنا نشيل كم وإنتوا تشيلوا كم والكلام ده. الاتفاق ده مبني على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر. نعتقد أي زول هو جزء من هذه الثورة في يوم من الأيام وكان داعم لها أو كان عنده نضالات ضد النظام القديم مفروض هو يدعم هذا الاتفاق. الاتفاق ده هو تطوير لإعلان حرية التغيير. الاتفاق ده ما خرج عن إعلان حرية التغيير بأي نص من نصوصه. إعلان الحرية والتغيير يبتدروا تجمع المهنيين السودانيين في 4 يناير 2019 كل الأهداف واللغة اللي تم صياغة بها هذا الإعلان هي الآن موجودة في هذا الاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري هدفه الأساسي إنه يحل تعقيد الأزمة السياسية في السودان وينهي هذا الانقلاب. نحن مشكلتنا الأساسية إنه لابد إنه التداول السلمي للسلطة ده يكون دون استخدام المؤسسة العسكرية. الحاجة الثانية نشوف إنه استخدام السلاح ذاته في الحل السياسي في السودان هو الآن زمنه ولا، لأنه البلد دي أضاقت الحروب بما فيه الكفاية. الحديث عن إنه اتفاق السلام جوبا لسلام السودان 2021 أوقف السلاح، أوكي نظريا أوقف السلاح، لكن هل أوقف الموت؟ ما أوقف الموت. أطراف السلام جوبا ذات هي الآن تشتكي عن إنه هذه الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق سلام جوبا ما نفذت ليه؟ ما في سنة الحرية تغلغل برا السلطة، أنت عندك سنة، كيف أنت القاعد في السلطة؟ أنت أغرب موقف دستوري لاقاني أنا يكون في حكومة محلولة لا فيها رئيس وزراء لا فيها مجلس وزراء يكون في وزير قاعد. طيب قاعدين أنتوا الوزراء وأنتوا عندكم وزارة المالية، المبرر الأساسي لأنه وزارة المالية تمشي لإطراف اتفاق جوبا وسلام السودان قالوا إحنا السلام ده أنتوا ما قاعدين تصرفوا عليه، فإحنا دارين نكون في جهة بنصرف على السلام. طيب أنت بتصرف على السلام،
الان وين القوات حمايه المدنيين في دارفور؟ ما تشكلت يا دوب جايبين تاثيرات. طيب الدار اقول جوبا نفسها الدار يعني تحدثوا من انه هذه البنود في سلام جوبا نفسها، انتم تحدثوا عن الاصلاح وحديث عن سلام جوبا نفسها، موضوع الصرف فقط هو يعني الموضوع المالي فقط؟ هو ما الموضوع المالي، هو انت داير تتكلم عن انفاذ الترتيبات الامنيه وقوه حمايه المدنيين، دي الاهم بندين داخل هذا الاتفاق. اقل منهم اهميه اللي هو المساله بتاعت المشاركه السياسيه والسلطه. بعد ذاك التفاصيل الاقتصاديه، طيب دي كلها بقت الليله في خبرك انا، انت كمدافع عن هذا الاتفاق وموقع على هذا الاتفاق لا تتكلم عن هذا الموضوع، انت تتكلم عن حريه التغيير في خارج السلطه. في حاجه اضافيه في الموضوع ده، انت بتتكلم عن انه المس باتفاق سلام جوبا هو ده خط احمر بالنسبه لك وانه الاتفاق ده وقف. يا اخي نائب رئيس الكتله الديمقراطيه ترك بيتكلم عن انه يتم الغاء مسار شرق السودان، انه احنا المسار ده اذا ما اتلغى الموضوع ده مش... ده قاعد معك كيف طيب؟ هي الكتله الديمقراطيه متماسكه بهذا الشكل، يعني زول بيتكلم عن الغاء مسار داخل اتفاق سلام جوبا وبدون موافقتك. سنعود للسؤال دكتور محمد زكريا، لكن سؤالي كان في حديث عن انه كل هذه المشكلات والتحديات التي تواجه الاتفاق الاطاري، والان انتم تتحدثون عن هذا الاتفاق الاطاري هو الحل وانتم ستمضون الى النهايه، فهل ستتجاوزون هذه المشكلات وتتجاوزون الموجودين في هذه المساحات وصولا لخط نهائي من هذا الاتفاق؟ من هذا الاتفاق الوضع واضح بالنسبه لنا، واضح للسودانيين ان هذا الاتفاق واضح وصريح. قصة انه يتعمل في الضوء ويتعمل في الظلام ده كلام مفترى. الاتفاق ده هو عباره عن رؤيه سياسيه للحريه والتغيير. نحن ما بنقدر ننتظر دول نقول له يا اخي انت تعال اتفق معنا على اهداف ثوره ديسمبر، انت ما متفق على اهداف ثوره ديسمبر منتظرك لشنو يعني؟ ما احنا جايين الاتفاق ده معمول على اساس انه يحقق اهداف ثوره ديسمبر، الثوره دي اتبنت على ثلاثه اساس، حريه وسلام وعداله. هذه النصوص موجوده في موضوع استغلال الغباء. هذه الشعارات الجميع يتبناها، ولكن ما تبني تكييفك السياسي والقانوني لهذه الشعارات شنو؟ شعارات دي انت ما داير، انت بتتكلم عن انه دايرين نوسع قاعده المشاركه ودايرين نضم عدد المؤتمر الوطني، وفي نفس الوقت انت ما داعم لتفكيك نظام المؤتمر الوطني. انا اعتقد اي زول بيتكلم عن انتقال وبيتكلم عن انتخابات حره ونزيهه وحكومه ديمقراطيه وما بيتكلم عن تفكيك هذا النظام القديم الذي ظل جاسما على صدر الشعب السوداني 30 سنه وعارفين مساوئه الاقتصاديه والسياسيه والعمل. هو الخلاف حتى تحدد عن انه هو ما في التفكيك، الحديث عن الاجراء او اليه التفكيك. ده كلام بالجامل للاستهلاك السياسي. انت الليله انت لو عندك مشكله قول يا اخي انا ما متفق مع الاتفاق ده في 1 2 3، لكن تقول لي العمل بالضوء العمل بالظلام. حريه التغيير نشر الرؤيه من شهر واحد لو تحدد في الوقت ده ما في زول بيتجرا بيقول انا بقابل عسكريين بما فيهم انت، ونحن بنقابل العسكريين بنقول انه 25 اكتوبر ده انقلاب لابد انك تعترف، تقول لي ضفت شراكه ده غيره ده انقلاب. ما زول هو كان عند وضع دستوري محدد، هو غوط هذا الوضع الدستوري، فاي تعريف ده انقلاب بغض النظر اذا جبته منتخب اذا جبته بانتقال اذا جبته باتفاق سياسي ده انقلاب. انت كونك ما تعترف بالانقلاب انت عندك مشكله، معناته انت ما ساعي لتحول مدني ديمقراطي، انت بتدعي للسلطه فقط. استاذ رايح، يعني حديث السلطه حتى انتم الان قد تكونوا متهمين بهذا الجانب في حديث من حلال هذا الاتفاق الاطاري، في حديث انه كيف كانت يعني الحديث داخل الغرف عن هذا الاتفاق الاطاري، والحديث عن انه هل الحديث كان عن السلطه مقابل الحصانات وغيرها، يعني حتى انتم الجميع يتهم كل جهه تتهم الاخر بانه مساعين. الاتهامات دي احنا بنرد عليها بالورق، يعني احنا ما زالت انه والله يا اخي انتم دايرين سلطه وانتم دايرين تحصنوا الناس. لما نجيب الاتفاق النهائي الكلام ده يبقى فاليد. لما تلقى والله يعني احنا في الماده الاولى في الدستور الانتقالي انه منح الحصانه الكامله لكي زول ارتكب جريمه في السودان من في انقلاب 25 اكتوبر ولا في 30 يونيو، بعد ده تعال قول لنا انت، لكن هو انت قاعد تعمل حصانات. اذا كان التحفظ على الدستور نفسه وطريقه اخراجه كيف يمكن ان يتفق عليه؟ هو التحفظ ما مبني على حاجه منطقيه، التحفظ بيتكلم عن انه الاتفاق ده يتعمل في الغرف، ده كلام فارغ ببساطه يعني مع الاعتذار على استخدام الكلمه. طيب. لكن الكلام ده واضح، الوسيغه اعتبرت اساس للحل كانت قاعده في شارع 61 في العمارات، الغاشي والماشي خشع قال كلام، وهم كانوا مدعوين في اليوم الاول جو حضروا في اليوم الاول واستمعوا استاذ ريح خالفوا الموضوع استاذ ده. استاذ ريح طيب. حديثنا عن ان هذا الاتفاق الاطاري الى اين يمضي؟ سؤالي كان عن ان هذه الكتله وغيرها ممن لم يوقعون على الاتفاق الاطاري اذا اصروا على مواقفهم هل يمكن ان يتجاوزهم هذا الاتفاق؟ ومن اجابتك واضح انه لا يمكن الوقوف عليهم اذا اصروا على ارائهم. مستحيل. نحن مباشره ننتقل بالسؤال الدكتور محمد زكريا، بدايه في حديث عن انه في حال تجاوزكم هذا الاتفاق ومضى الى نهايته ما الذي سيترتب على ذلك؟ وجانب
نجلس الشق الاخر الذي تحدث عنه استاذ الريح في وجود الناظر ترك ضمنكم، وانه ايضا يعني ما يتحدث عنه منافي لحديثكم عن سلام جوبا. قضيه تبدا بقضيه سلام جوبا، والكتله الديمقراطيه لديها رؤيه سياسيه متفق حولها بين التنظيمات الاعضاء. الناظر تليك هو نائب رئيس بالنسبة للكتلة، وهو رئيس كذلك للمجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة، وهو يعني رئيس للتنظيم أو قائد للتنظيم له وزنه في الساحة. ونؤكد في أن شرق السودان كقضايا كان حاضرا في اتفاق جوبا لسلام السودان، وهذا الاتفاق خاطب هذه القضية بعمق، وأكد على قيام مؤتمر ليخاطب ويناقش قضايا شرق السودان. هذا المؤتمر تشارك فيه الأطراف المختلفة بما فيها الموقعين على سلام جوبا. دع ما يتم تم التوافق عليه في اتفاق جوبا يمثل 30% 70% استكملها أهل الشرق. القضية قضية القضايا وليس قضية الأطراف والأشخاص. بالتالي ما صرح به السيد الناظر تريك هو جزء موجود أصلاً في اتفاق جوبا الذي أشار في أن هناك مؤتمر لشرق السودان يقوم، وهذا المؤتمر يخاطب هذه القضايا والتحفظات. نحن لا ندعي بأن هذا الاتفاق أو ما يسمى مسار شرق السودان تحديدا هو خاطب كل قضايا شرق السودان، ولكنه جهد وطني خالص على الأقل قدم وصفة علاجية لقضايا شرق السودان. إذا كان هناك طرف يرى بإمكان الاستزادة والإضافة لهذا الاتفاق فالأمر مفتوح وفقا لمنصوص هذا الناظر تريك. تحدث عن الغاء وفقا لمنصوص. نحن جلسنا مع السيد الناظر تريك وهو قبل انضمامه للكتلة الديمقراطية يتفق معنا على هذا التوصيف، وبالتالي نحن على موقف واحد، وهذا الأمر كذلك يتناقم ويتماشى مع موقف الرفاق في شرق السودان الأستاذ أسامة سعيد وكذلك الأستاذ خالد أشاويش الذين وقعوا. قضية الشرق تحتاج لمخاطبة بوعي حتى يلحق إقليم شرق السودان وولايات المختلفة بركب الأقاليم المختلفة ونعالج هذه التباينات. قضية الاتفاق الإطاري وإمكانية القبول به أنا رددت على ذلك وأكرر مرة أخرى، نحن في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية لسنا طرفا في الاتفاق الإطاري، ولن نكون جزءا من حكومة تنتج عن هذا الاتفاق الإطاري. بالتالي لدينا تحفظاتنا على المنهج المعيب الذي أنتج هذا الاتفاق الإطاري. حدثت عن التحفظات ظللنا نخاطب المؤتمر الوطني ليس نحاوره ونفاوضه أكثر من 3 سنوات فقط حول حرف واحد فقط حول حرف واحد وليس كلمة ولا عبارة في حال تجاوزكم هذا الاتفاق. في اتفاق أنا أتكلم عن المنهجية التي أفضت إلى هذا الاتفاق غير معلومة، الأطراف الذين أنتجوا غير معلومين، المسهلين والوساطة غير معلومين، كل هذه المسائل غير معلومة. بالنسبة لي أشار إلى جزئية القضايا. أنا ألخص في نصف دقيقة. لا بس لدينا عند هذا لدينا النقطة. لدينا لا لدينا تجاوز النقطة حول إلغاء. لا أنا آسف لن نتجاوز النقطة. أستاذ الريح تحدث عن أنكم كنتم على علم بهذه الوثيقة، حديثه أنه لسنا على علم كانوا. لسنا يعني على هو علم تحدث عن أنهم ولم تقدم لنا حتى الدعوة للحضور. كتبوا أسماءنا وقرأنا هذا في الإعلام، لم تقدم لنا. نحن في حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان، وأقول هذا بملء الفيه، أي جهة ادعت أنها قدمت لنا الدعوة للتوقيع على الاتفاق الإطاري على علاته لم توجه لنا الدعوة بتاتا، وبالتالي لم نكن طرفا في إنتاجه، وبالتالي مواقفنا في أن هذا الاتفاق لا يمثلنا. هناك تحفظ على قضية السلام، هناك تحفظ على قضية العدالة والعدالة الانتقالية، هناك تحفظ على موارد في الاتفاق فيما يلي شرق السودان. تحدثت عن موضوع المجلس حتى لا نعيد الحديث حتى في موضوع نظام الحكم وأنه يكون برلماني ورئاسي، والجزئية الجوهرية التي يسكت عنها الجميع. هذا الاتفاق متناقض في أنه يتحدث عن إعلان سياسي لم يطلع عليه أحد ولم ينشر في أي من الفضائيات أو أي من المواقع حتى الآن، ولا يعلم كنه وحقيقته إلا الذين وقعوا عليه وهم نفسهم لا نعلمهم. يتحدث عن إعلان سياسي غير معلوم، هذه هي الجزئية التي تمنع الموقعين على الإعلان السياسي الذي لا نعرف تفاصيله. هم أصحاب القرار في تعيين رئيس الوزراء وغيره وغيره من القضايا، وقضية
الحكم والسلطة التي أشار إليها الضيف الكريم هي واحدة من القضايا التي دفعت الحركة الشعبية وجون غرانغ لحمل السلاح، هي دفعت ولدت المظالم التي دفعت أهلنا في دارفور لحمل السلاح، وهي التي ستدفع أهلنا في الشرق أخشى أو في الشمال لحمل السلاح إن لم نخاطبها بذات الوعي وبذات الموضوعية. فبالتالي هذا الاتفاق يحمل في داخله اتفاق آخر غير معلوم لم نوقع عليه، حتى وإن أتى هذا الاتفاق معبرا عن يعني تطلعاتنا ونحن لم نكن جزءا من العملية التي أنتجته، لن نوقع على هذا الاتفاق، وهو يحمل في داخله إشارة إلى يعني مستندات لا نعلم فقواها، لا يعالج القضايا بوعي. بالتالي هذا هو الموقف، ونجدد أنا بس فقط أريد أن أختم بهذه العبارة. ثبتنا هذا الموقف بأنكم لن توقعوا على هذا الاتفاق الإطاري، وتحدثنا عن أن هذا الاتفاق الإطاري تحفظاتكم عليه، لا نريد أن يعني نعيد ذات النقاط. الآن حديثنا عن أنه تحدث أن الاتفاق الإطاري إذا لم توقعوا عليه وإذا لم تنضموا إليه هو ماضي يعني إلى نهايته، أين سيكون موقفكم حينها؟ ما كيف يعني أين نجد الكتلة الديمقراطية في حين مضوا بهذا الاتفاق إلى نهايته؟ الذي احتواه الاتفاق الإطاري باختصار بلقة جامعة مانعة إعلان للحرب ضد السودان الهامش العريض بإلقاء اتفاق السلام الذي أوقف الحرب. أنت حينما تأتي وتقول أعدل اتفاق السلام للعيوب التي اعترته أو عدم تنفيذه، إن طيب أين تذهب القوى التي وقعت على هذا الاتفاق؟ أنت الذي تلقي هذا الاتفاق لست طرفا في هذا الاتفاق، ثم ماذا الذي سيحدث بعد ذلك؟ أنا لا أدعي أو أشير إلى أن الدكتور جبريل أو القائد من ناوي أو غير من الذين وقعوا على اتفاق السلام سيذهبون ويحملون السلاح، ولكن يمكن أن ينشأ ويخرج جبريل جديد في دارفور أو في هيبان أو في غيرها من المناطق طالما يرون أن الحل الذي تم التوافق عليه تم النقض، وهذا ديدا المؤتمر الوطني البائد والنظام الشمودي نقض العهود، وهو الذي أدى إلى فصل جنوب السودان، وبالتالي نظل يعني ندور في ذات الدائرة المفرغة. فبالتالي أتمنى أن يكون تحليلي هذا تشاؤما غير يطابق الواقع والمستقبل، ولكن أخشى ما أخشى إننا إذا نقضنا هذا الاتفاق الذي هو ملك لجميع الشعب السوداني وليس فقط للأطراف التي وقعت عليه ستكون العواقب وخيمة. التدخل في القضاء ينذر بتفتيت وحدة البلاد، تسييس القضاء ينذر بتفتيت وحدة البلاد. في أي وضع ديمقراطي لا يمكن أن يكون هناك جمع بين سلطة تنفيذية وسلطة قضائية. إذا كنت تبني اتفاقك على مبادئ الديمقراطية يجب أن لا تتدخل في القضاء، أن نقر في أن هناك إصلاح يجب أن يتم ويجب أن يكون تفكيك لكل نظام المؤتمر الوطني البائد، ولكن نقول أن يتم ذلك وفقا للقانون وليس استبدال التمكين بالتمكين آخر. قضايانا بسيطة وواضحة وهي ليست رؤيتنا، ما يضير حركة العدل والمساواة أن تمضي إن كانت تريد الحكم أن تمضي وتوقع على هذا الاتفاق وتحظى بوزارة أو وزارتين، ولكن القضية التي ذهب لأجلها الدكتور خليل والتي ذهب لأجلها الشهداء ثورة ديسمبر هي قضية قيم، هي ليست قضية أن نكون موافقين على قضايا تؤدي إلى تعقيد وإنتاج ذات المشاكل التي عانت منها الدولة السودانية. سنعود دكتور محمد زكريا عن يعني طرحكم لحل، إذا كان هذا الاتفاق ليس حلا فما هو الحل في رأيكم؟ لكن بعد حديثنا عن جوانب مختلفة، يعني الآن تحدث عن الوزارات، تحدث عن أنه ستمضون في تكوين الحكومة وهذا ما نتحدث عنه بنهاية هذا الاتفاق الإطاري، والجميع قد يسأل هل سنرى حكومة مدنية قريبا وفقا لهذا الاتفاق؟ وفقا للاتفاق الإطاري وفقا للاتفاق النهائي، أنا أقول لأنه دوره دي حاجة مفروض نصلحها، يعني أنه الاتفاق النهائي هو هيشكل الحكومة. الاتفاق النهائي وفقا التخطيط بتاعنا هو طبعا إحنا أساسا متأخرين في التقييم الزمني بتاعه، مفروض في 3 أسابيع من 5 ديسمبر، مفروض في نهاية ديسمبر كان مفروض نصل لاتفاق نهائي عشان نشكل هياكل جديدة. هو السؤال الآن يعني عن الزمن، متى ستتكون حكومة؟ تأخرنا في مناقشة القضايا، أول ورشة للنقاشات انطلقت يوم 9 يناير، كده بتعلموا الكلام ده، بتأخرنا برضو في أنه نطلق الورش الثانية للسلام والشرق والإصلاح الأمني والعسكري وباقي القضايا. الآن هنضطر أنه نسرع النقاش على هذه القضايا، لأنه في قضايا ذاته حتى بعد النقاشات في قضايا طلعت أنه دي مهام بتاعت حكومة أكثر من أنها هي مهام يتم النظر عليها في الإعلان الدستوري.
في نقاط محدوده حيتم النص عليها في الاعلان الدستوري بتكفل تحقيق اهداف ثوره ديسمبر وبتكفل تحديد اهداف الفتره الانتقاليه السابقه. لكن في نقطه اساسيه برضه في موضوع اتفاق السلام، اتفاق السلام ده ما توقع مع حريه التغيير، توقع مع حكومه السودان. بغض النظر عن منو في حكومه السودان، كانوا عسكريين، مدنيين، حمدوك، حريه وتغيير، غيره من الاسماء، والاتفاق مع حكومه السودان. حكومه السودان هي اللي عندها الحق في انه تعدل هذا الاتفاق. لكن احنا لما جينا تكلمنا عن مناقشة وتقويم وتغيير ومراجعة اتفاق جوبا تكلمنا عن موافقة أطراف الموقع ذاته، يعني احنا ما قلنا انه والله حكى الحديث عن لأنه في نقطة محددة برضه في الحاجة دي، لأن هذه النقطة أخذت زمن طويل، سنفرد بالتأكيد يعني من خلال أجندة الساعة، لأنه الزمن يعني لا يسع الحديث عن التفاصيل، سنفرد حلقة عن الحديث عن يعني سلام جوبا بشكل خاص وما يمكن أن يمضي فيه، ولكن الآن الحديث زمنيا، هل سنرى حكومة قريبا؟ وشكل الحكومة هل فعلا ستكون هنالك حكومة كفاءات مستقلة؟ هو طبعا في برضه نقطة أساسية بس لو سمحت لي فيها في موضوع الاتفاق، أنا ناقشت قضية السلام، أتكلم عن نقطة في بتعلق بالاتفاق الإطاري ذاته اللي هي بتتكلم عن مراجعة وتقويم وتقييم اتفاق جوبا باستصحاب آراء الموقعين ذاتهم وبموافقتهم. دي نقطة سطر جديد، قصة إنه الاتفاق الإطاري شطب الكلام ده كلام غير صحيح، وانا اعتقد انه اي زول بيردد كلام ده ويا يراجع الاتفاق نفسه، فهذا يعني لا يعني الكلام عنه الالغى، يعني انت مهما كنت من الموقعين داخل هذا الاتفاق، في ناس موقعين برضه في الاتفاق الاطاري وهم ما عندهم مشكله في انه نرجع ونقيم هذا الاتفاق ونشوف هل فعلا هو حقق السلام ولا ما حقق، واعتقد انه ده حق السودانيين، يعني ده ما حق الحكومه براها ولا حقك انت براك كموقع. لكن في نقطه اساسيه في المساله دي، احنا نتوقع انه في غضون 3 أسابيع من الان في انه نصل للاتفاق النهائي ونوقع على الاعلان الدستوري الجديد، وتحل الهياكل القائمه اعتقد في غضون اسبوع نمشي لتشكيل هياكل جديده على اساس نستعيد المسار الانتقالي الديمقراطي، وبنمشي في تنفيذ الاهداف المذكوره، وانا اعتقد انه اهداف ثوره ديسمبر دي ما بتحرق زول. يعني قبل ان نعود للدكتور محمد زكريا، هنالك مبادرات اخرى مطروحه للحل، يعني انا حديث عن المبادره المصريه، لماذا ترفضونها؟ المبادره المصريه اساسا هي مبادره متاخره، يعني احنا اوريدي وصلنا لتفاهمات حول القضايا وحددنا النقاط وحددنا انه حيتم حلها كيف وحددنا انه المفروض تشكل بياته طريقه، انت ترجعنا للبدايه وتتكلم عن حوار سوداني سوداني، هو ما دي المشكله الاساسيه. الانقلاب ده لما قام ما لانه المدنيين مختلفين، الانقلاب ده مضيتم في هذا الاتفاق استاذ رايح في جانب لهذه يعني الفئات والكتله الموجوده داخل الاتفاق الاطاري، المبادره الاخرى قد تكون هي يعني حل لاتفاق لحل شامل، يعني هو هذا المطروح وما حل شامل بناء على شنو؟ المبادره المصريه في زول عنده نصوص للمبادره المصريه؟ ما في زول عارف المبادره المصريه، المبادره المصريه دارت تلغي الاتفاق الاطاري وتبدا من البدايه. وعشان نكون واضحين، احنا ما منفتحين على الحاجه دي خالص ولا موافقين، انتم رافضين لهذا، ومستحيل نمشي في انه نحن يعني حتى الناس الليله اللي بيتكلموا بالوطنيه وانه الحل السوداني، كيف نحن بنشيل الموضوع انه في برا السودان وانه والله يا اخي في اجانب، وانت بتشيله كله برا السودان انه والله يا اخي مصر دوله شقيقه والامن القومي والكنال الفارغ اللي بتقال ده، يعني مع الاحترام، يعني المبادره المصريه ده ترجعنا لورا، ده ترجعنا الى ما قبل 25 ديسمبر اللي هو الكلام عن مشاركه الجميع مع عدد المطارات. احنا مشاركه الجميع عندنا فيها 17 خط، انه جميع ذي المنو نحن حددنا جميع ذي المنو وحددنا ذاته كيفيه مشاركتهم بالنسبه لنا، ده راينا السياسي، ما بنقول لزول ما توافق عليه او ترفضه، تعال شوف انت متفق مع راينا السياسي. رفضنا تماما لهذه المبادره اذا رفضنا تماما طبعا، ولا حنكون جزء من المداولات ولا حنشارك فيها. اذا تحدثنا عن الجانب الحديثنا عن الحل، يعني الان المبادره المصريه مرفوضه، الاتفاق الاطاري تواجهه مجموعه من المشكلات، الجميع يتحدث عن انهم يمضون الى السلطه في حين هذا يعني الشعب يقفون ضد هذا الاتفاق وغيرها، ما هو الحل؟ عباره واحده، الحوار غير المشروط الذي لا يستثني الا المؤتمر الوطني، وكذلك إن رفض الآخرون الحوار، الحوار هو ليس فقط غاية وإنما هو وسيلة للوصول لتوافق وتفاهم لتجاوز وجزر الهوى وجبر التباينات هنا وهناك. المعزول البشير صعد إلى المنبر في يوم من الأيام وقال لن نفاوض إلا من يحمل السلاح، وأغلق الباب على الحوار. واليوم نحن للأسف أخشى أننا نعيد ذات التجارب، لأننا ننصب أنفسنا أوصياء على الوطن، أننا الأوصياء وأهل ثورة ديسمبر، أو البعض منا يرى ذلك،
وأنه يمتلك الصحة المطلقة ولا يعتبر للآخر رأي، وبالتالي يصنف القوى السياسية وفقا لمعاييره الخاصة. هذه قوى يحق لها أن تلتحق بالوثيقة التي أراها والتي تمثل رؤيتي أنا وليست رؤيته، علما أننا نحن في الكتلة الديمقراطية السباقون لإنتاج وثيقة للحل كاتفاق سياسي وكإعلان كذلك سياسي في الوقت الذي كان الآخرون يرون في أنه لا إمكانية للجلوس أو للحوار، كان يرون لا إمكانية إلا للبدء بوثيقة دستورية جديدة ودعوا إلى ما يسمى بالمحامين أو مبادرة المحامين لتؤسس لدستور حتى قبل الوصول لاتفاق سياسي، ومضوا وجدوا أنفسهم وضعوا العرب أمام الحصان، ثم عادوا من بعد أن أسسوا الدستور إلى ما يسمى بالاتفاق الإطاري، ثم يذهبون أخيرا إلى الاتفاق النهائي في خلط. بالنسبة للمراحل الكتلة الديمقراطية كانت واضحة ولا تزال واضحة في أن الحل بالحوار. هذه القضايا هي عبارة عن تقاطعات، نرى في أن المشاريع الحزبية الضيقة ستؤزم وضع الانتقال. المبادرة المصرية جهد من دولة جارة قدمت طرح ومقترح، ليس مبادرة منصوص عليها بأبواب وبخلاف تفاصيل. رأت أن هناك تعقيد في المشهد السياسي السوداني، ولعل في تشخيصها دقيق أن الخلاف مدني مدني، والذي أدى إلى 25 من أكتوبر من قرارات هو الخلاف، خلاف القوى المدنية فيما بينها، والذي بدأ مثل ما أشرت في مفتتح هذه الحلقة منذ 11 أبريل باختطاف قوى محددة لمشهد الانتقال ومحاولتها للسيطرة على آلية اتخاذ القرار. والاتفاق الإطاري يثبت ذلك بإعطاء هذه القوى حق تعيين الهياكل وغيرها وغيرها. المبادرة المصرية جاءت لكي توفر مناخ للقوى السياسية السودانية في أن تلتقي لكي تتناقش حول الهم الوطني. نحن لا ندعي في أن اتفاق السلام اتفاق منزل أو أنه قرآن أو إنجيل، ولكن قلنا أن هذا الاتفاق حاول أن يعالج قضايا السودان، وهو جهد وطني خالص يمكن استكماله بالتفاوض مع الذين لم يوقعوا. ذات الذين وقعوا على الاتفاق الإطاري جزئية مهمة، ذات الذين وقعوا على الاتفاق الإطاري يرون أن هذا الاتفاق الإطاري لا يمس، لا يغير فيه شولة في ذات الاتفاق الإطاري الذي يطالبون فيه بتعديل وتقويم اتفاق السلام. هذا تناقض بين. بالتالي دعونا نجلس داخل السودان خارج السودان ليس المهم، المهم أن نجلس نحن السودانيون. هل هذا عصي علينا حتى نمنع الأسباب التي تدفع شخص في مرحلة من المراحل لكي يحمل السلاح؟ يا جماعة هذه هي القضايا التي دفعت بالجنوبيين، ما يهم هذا، ما يهم السودانيين. دكتور محمد زكريا عفوا، في دارفور وفي المنطقة، وصلت لنهاية الحلقة للأسف. دكتور محمد زكريا، ما يهم السودانيين أيضا وصولكم لهذا الاتفاق، وأن يكون هنالك اتفاق يضمن لهذا الشعب تحقيق ما يراه في الأفق السياسي، وهذا الشعب البسيط الذي لأربع سنوات ظل يبحث عن الحلول لمشكلات مختلفة في الواقع السياسي وفي الواقع الاقتصادي الذي سبب مشكلات نشهدها في الواقع جميعا. وبالتأكيد الحديث عن هذا الاتفاق نحن نرصد ردود الفعل حوله وكل الموجود في الساحة السياسية من خلال هذا البرنامج أجندة الساعة. شكرا جزيلا دكتور محمد زكريا الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية، شكرا جزيلا أستاذ الريح محمد الصادق المتحدث باسم تجمع المهنيين، وكان حديث اليوم عن الاتفاق الإطاري إلى أين في ظل كل هذه التعقيدات في الواقع السوداني ومختلف المشكلات والتحديات التي تواجه هذا الاتفاق. وبالتأكيد لنا حلقات قادمة نتحدث فيها عن البنود وإنفاذ البنود والتوصيات المختلفة في هذا الاتفاق، إذا تحدثنا عن سلام جوبا أو مسار الشر وغيرها من الجوانب المختلفة لإنفاذها واقعا ورد الفعل على مختلف الأحداث في الساحة السياسية السودانية. هذه تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.